أهلا بكم مجددا. بدأت هيئة تحرير الشام التي تسيطر على إدلب بإزالة السواتر الترابية الفاصلة بين مناطق سيطرة النظام ومناطق سيطرة الفصائل بالقرب من مدينة سراقب تمهيدا لإعادة الحركة التجارية كما تقول إدارة المعابر، وذلك بعد أسابيع قليلة من حديث ضباط أتراك لوجهاء في جبل الزاوية عن إمكانية فتح 3 معابر مع النظام في شمال غربي سوريا. تحضيرات لفتح معابر بين مناطق سيطرة النظام ومناطق سيطرة الفصائل شمال غربي سوريا. تقول مصادر محلية لصحيفة العرب الجديد إن جرفتين تابعتين لهيئة تحرير الشام أزالتا السواتر الترابية على طريق سرمين سراقب على أوتوستراد حلب اللاذقية المعروف باسم طريق M4 في ريف إدلب الشرقي لإعادة فتح المعبر الفاصل بين المنطقتين أمام الحركة التجارية بعد تمشيط المنطقة من الألغام. إدارة معبر سراقب التجاري التابعة لهيئة تحرير الشام أكدت أن التجهيزات مستمرة لفتح الطريق الواصل بين مدينتي سرمين وسراقب لافتتاح معبر تجاري بين المنطقتين يضمن سلامة المناطق المحررة وانخفاض الأسعار وفق تعبيرها. الحديث عن فتح معابر تجارية مع النظام تناوله ضباط أتراك خلال اجتماع مع وجهاء وممثلين عن منطقة جبل الزاوية جنوبي محافظة إدلب في تموز الماضي بحسب العربي الجديد. ذكروا حينها إمكانية فتح 3 معابر اقتصادية مع النظام، وهو ما رفضه المدعوون للاجتماع لكون النظام المستفيد الأكبر من هذه العملية. في شمال غربي سوريا أيضا اختبرت فرقة السلطان التابعة للجيش الوطني قبل أيام معبر أبو الزندين الفاصل بين مناطق سيطرة النظام والفصائل بريف حلب الشرقي من خلال إدخال شاحنتين محملتين بمادة البرغل إلى مناطق سيطرة النظام تمهيدا لإعادة فتح المعبر أمام الحركة التجارية وبعض الحالات الإنسانية. هذه الأخبار هناك من نفاها وآخر أكدها، واليقين عند هيئة تحرير الشام المسيطرة على هذه المعابر والغائبة عن التصريح الرسمي حتى الآن. ونرحب بضيفنا من اسطنبول الصحفي هشام جنعي، ونجدد الترحيب بالعقيد أو العميد إسماعيل أيوب المحلل العسكري والاستراتيجي من عمان. أرحب بكم معك سيد هشام. قبل فترة قصيرة كان هناك اجتماع لضباط أتراك مع وجهاء بلدة جبل الزاوية، تكلموا وقال يعني قال ضباط الأتراك بصراحة أن هناك 3 معابر سوف تفتح بين مناطق المعارضة ومناطق النظام. هل نفهم الآن بأن خطوة هيئة تحرير الشام بفتح معبر بينها وبين النظام هي تكريس لهذا المشروع الذي يتم العمل عليه، خصوصا بأن معبر أبو الزندين افتتح في الآونة الأخيرة بين مناطق درع الفرات والنظام؟ مساء الخير. يعني واضح جدا أن هناك تغيير جذري في السياسة التركية حيال سوريا، وتنعكس هذه التغيرات على أرض الواقع بفتح المعابر مع النظام، وربما في المستقبل سيتم إعادة هذه المناطق لسيطرة النظام تدريجيا. طبعا لا أتحدث عن شيء سريع، ولكن هذا ما يبدو. يعني أولا أتى هذا التصريح بأن تركيا ليس لها هدف في إزالة نظام الأسد، وإذا كان الأسد حاضرا في قمة شانغهاي كنت قابلته، هذا كان تصريحا على لسان الرئيس التركي في إشارة إلى أن الحكومة التركية والإدارة مدت يعني غصن زيتون نحو نظام الأسد، وتتجلى هذه التصريحات وتترجم على أرض الواقع من خلال هذه الخطوات، أي فك الحصار عن النظام ويعني إعطائه ربما شريان الحياة لكي يعود ويبسط سيطرته على هذه المناطق في المستقبل. نعم. طيب عميد إسماعيل، اليوم تريد هيئة تحرير الشام فتح معبر بينها وبين النظام، لماذا برأيك؟ يعني إذا ربطنا بين ما يجري في منطقة 55 وما يجري في مناطق التي تسيطر عليها تركيا في شمال سوريا، نرى أن هناك شبه كبير في الواقعتين التي تحدثان الآن. يعني
كلا المنطقتين تحكمها دولة إقليمية كبيرة، أمامها يعني تحت يدها ميليشيات محلية، هيئة تحرير الشام أو ما يسمى بالجيش الوطني وما إلى ذلك. لكن حقيقة الأمر أن هذه السلطات المحلية لا تملك أي قرار سياسي أو قرار عسكري أو حتى قرار اقتصادي. وإذا أخذنا على سبيل المثال كمختص في الشأن العسكري، منذ أن وقفت العملية التركية في منطقة إدلب منذ 3 سنوات حتى الآن، لم يتم هناك عملية واحدة ضد قوات النظام. إذن يعني سواء تثبيت الجيش الوطني أو هيئة تحرير الشام في أنها هي موجودة لمحاربة النظام وما إلى ذلك، هي محض كذبة، هي محض يعني بروباغندا. هذه القوات المسلحة أو الميليشيات المسلحة هناك تتبع تبعية كلية للدولة التركية. إذا أخذنا على سبيل المثال الآن يعني الوساطة التركية بين روسيا وأوكرانيا، يمكن أن تكون روسيا قد طلبت أن تكون وسيطا بين تركيا وبين النظام، يعني من أجل تقريب وجهات النظر، من أجل فتح معابر، من أجل يعني إذا على 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 كل الحال، يعني إذا أخذنا فرضا في نهاية الربيع موسم الكرز في منطقة جبل الزاوية، كان سعر كيلو الكرز 3000 ليرة، بينما سعر كيلو كرز في منطقة النظام 22000 ليرة. يعني هناك منفعة للسكان المحليين التي يقعون تحت السيطرة التركية، وهناك أيضا منفعة للشعب السوري المقهور ضمن سيطرة قوات النظام. يعني من وجهة نظر اقتصادية لا أعتقد أن هناك يعني شيء سيء في فتح هذه المعابر لتبادل السلع الموجودة، سواء الآن موسم الزيتون في منطقة إدلب، وأنتم تعلمون أن إدلب وحتى منطقة عفرين كلها زيتون وبحاجة إلى تصريف هذه المنتجات، وهناك فقر مدقع حقيقة في تلك المناطق. طيب هل يمكن أن تتطور الأمور الآن هذه المنطقة؟ لكن من الحقل الاقتصادي إلى الحقل السياسي فعلا كما تكلم الصحفي التركي هشام منذ قليل؟ نعم نعم، يعني التقارب التركي السوري وخاصة يعني مثلا على سبيل المثال التواصل الأمني لم ينقطع حتى بعد انقطاع التواصل السياسي. لكن المشهد أستاذ عثمان بشكل عام يعني تقوده الدول العظمى، لا تقوده تركيا. يعني حتى ما يجري في كل بقعة من بقاع سوريا، سواء في الجزيرة أو في منطقة طوس الزيتون أو في منطقة إدلب وما إلى ذلك، كله يعني هناك القائد الكبير أو نقول الرجل الكبير الذي يتحكم بكل مفاصل القرار في سوريا يضع يده على عينه الآن في الحرب الروسية الأوكرانية، وتقوم هناك بعض المبادرات سواء من تركيا أو من روسيا، لكن هذا لا يؤثر عمليا على القضية السورية، سواء فتح المعبر أو غير المعبر. الخوف من فتح المعابر بين مناطق سيطرة جبهة هيئة تحرير الشام ومناطق الجيش الوطني هو إغراق هذه المناطق بالمخدرات. يعني تعلم أن النظام الآن يقتات على تصدير المخدرات، والمملكة الأردنية الهاشمية هون أغرقت بالمخدرات، الآن يقومون بتهريب مخدرات على بالطيران المسير، لكن إذا تم فتح معابر لهم إلى إدلب وإلى مناطق الشمال يكون الأمر أسهل بالنسبة إليهم لإغراق هذه المنطقة بمخدرات. وهذه المنطقة ليست بحاجة إلى سوء أكثر من السوء الموجودين فيه الآن من الفقر والجوع وما إلى ذلك لكي تغرق هذه المناطق بالمخدرات. لكن يعني بطبيعة الحال أو كما قلت في بداية حديثي أن الأمر ليس بيد لا هيئة تحرير الشام الجولاني ولا قيادة الحكومة المؤقتة في الشمال ولا في قيادة رئاسة أركان للجيش الوطني، هي أمر بيد تركيا وبيد روسيا إذا اتفق. طيب تركيا وروسيا، هذه الفكرة أريد أن أنتقل بها إلى سيد هشام. سيد هشام، اليوم هل فعلا اليوم تركيا قادرة على ضمان فتح الطريق؟ يعني طبعا يعني أعتقد بأن يعني هذه المناطق سواء كانت طبعا مناطق العمليات التي قامت فيها تركيا التي يتواجد فيها الجيش التركي، سواء كان أيضا المناطق التي تقع تحت سيطرة يعني الفصائل الأخرى، أعتقد بأن تركيا فاعل أساسي وممكن أن تحرك كل شيء في تلك المناطق بما فيهم طبعا فتح المعابر. يعني أعتقد بأن شوف هناك يعني لعبة الشطرنج يعني تدور في المنطقة، فكل لقاء يجمع
الرئيس التركي مع الرئيس الروسي بوتين، نرى خلفه يأتي شيئا جديدا وخطوة جديدة نحو النظام. يعني في الأشهر الثلاث الماضية التقى الرئيسان ثلاثة مرات، مرة في طهران، مرة في سوتشي، وآخر مرة في سمرقند في قمة شانغهاي. وفي كل مرة كما ترى أن هناك خطوة جديدة يتم الإقدام فيها، يعني بدليل على أنه يتم الاتفاق على شيء جديد بين تركيا وروسيا وبين الرؤساء، ويتم ترجمة هذه الاتفاقات على أرض الواقع. فيعني تركيا طبعا قادرة على فتح المعابر في تلك المنطقة. طيب ماذا عن مناطق النظام؟ يعني في المرة الماضية كان هناك اشتباكات جرت في، يعني عندما تم افتتاح معابر من طرف مناطق المعارضة التي تسيطر عليها تركيا والطرف الآخر الذي تسيطر عليه قوات النظام، كان هناك اشتباكات مسلحة في مناطق النظام ولم يكن هناك سيطرة يعني كما تريد تركيا. ماذا سوف تستطيع أن تفعل تركيا إن كان الجانب الآخر منفلت أمنيا؟ يعني النظام السوري أظن بأنه هو الوحيد الذي يعني ثبت على موقفه منذ البداية، والنظام السوري هو على ما هو عليه، يعني لم يتغير، هو لم يرجح حتى الحوار ولا يريد أن يحاور، يعني هو مصر على مواصلة القمع والقتل في التمدد والسيطرة على الأراضي السورية. وأعتقد بأن آخر ما حدث، يعني إذا كنت تقصد القصف لبعض المناطق التي يعني تحت ضمانة تركيا، أظن بأن النظام يستقوي من هذه الخطوات التي تقدم عليها تركيا بعد افتتاح المعبر برعاية تركية. سيد هشام، يعني بعد افتتاح معبر أبو الزندين تحديدا الذي أرادت تركيا أن تفتحه مع النظام من مناطق سيطرة المعارضة التي تسيطر عليها، من جهة النظام كان هناك اشتباكات، يعني عدم قدرة على ضبط المعبر من جهة النظام تحديدا، مما أدى إلى إيقاف يعني عدم تواصل يعني عمليات الذهاب والإياب في المعبر. يعني بطبيعة الحال هناك إشكاليات، ليس كل شيء على ما يرام. يعني حتى المنطقة الآن يوجد فيها العديد من الفصائل، تركيا، روسيا، يعني الكثير من المتغيرات تطرأ عليها. يعني طبيعي أن يكون هناك في بعض الأحيان انفلات أمني، ولكن بالمشهد العام لا أظن بأن هذه الاشتباكات ستخرج عن السيطرة بوجود، يعني مثل ما قلت لك، يعني تركيا هي التي الآن تستعد يعني فتح الأماكن هذه للنظام السوري، وأيضا تطبيق مشروع إعادة سوريين من الداخل التركي. طبعا هذه كلها ضمن اتفاقات دولية بين تركيا وروسيا. سيد إسماعيل، في مرات سابقة حاولت هيئة تحرير الشام افتتاح معبر بينها وبين النظام، لكنها اصطدمت بالأهالي وبالإرادة الشعبية في المناطق التي تسيطر عليها. هذه المرة سوف يتكرر هذا الموضوع أم أن هيئة تحرير الشام سوف تنفذ الموضوع بغض النظر عن الإرادة الشعبية وتفعل ما تريد فقط؟ ما أعتقد أن يعني هيئة تحرير الشام ومن خلفها تركيا إذا أرادوا فتح المعبر سوف يفتح المعبر، والإرادة الشعبية ليس لها وزن، حتى الإرادة الشعبية من طرف النظام ليس لها وزن. لكن أريد أن أنوه على السؤال الماضي أن هناك تحصل اشتباكات من جانب قوات النظام، يعني بشكل أو بآخر ليس هناك وحدة قيادية في الجانب السوري، هناك الروسي، هناك الإيراني، هناك ميليشيات حزب الله، هناك ميليشيات الحشد، هناك حتى ضمن قوات الجيش السوري الرابعة لحال والمخابرات لحال. لذلك عندما يتم الاتفاق سواء فتح معبر أو ما إلى ذلك ويتم خرق أمني من جهة النظام، تكون هناك ميليشيات ليس لها مصلحة بأن تفتح هذه المعابر. يعني فتح المعابر، دعنا نتكلم عن ما يحدث الآن، فتح المعابر الآن هو في مصلحة الطرفين، يعني طرفي الشعب السوري سواء الخاضع للسيطرة التركية والخاضع لسيطرة النظام. يعني هناك كثير من السلع الفائضة في مناطق النظام ليس لها أماكن لتصدر أو لا أحد يستطيع شراؤها، لأن يوجد فيها كثير من الأمراض والإشعاعات. يعني الدول المحيطة لا تستورد هذه
المنتجات، وأيضا هناك في مناطق الخاضعة للسيطرة التركية هناك الحبوب والبرغل والزيتون وما إلى ذلك، ومنتجات بحاجة إليها الطرف الآخر. يعني من وجهة نظر اقتصادية مهمة لكلا الطرفين، لكن من وجهة نظر سياسية هذا الأمر يأتي كما قلت نتيجة التدخل الروسي وبين النظام السوري والقيادة التركية، لكي تكون يعني هناك عربون، يعني صداقة بين تركيا وروسيا لأن تعود بعض العلاقات الاقتصادية. نعم. لفك الحصار الاقتصادي عن النظام. كافة دول الجوار ليس هناك تبادل تجاري بالمعنى الحقيقي بينه، وبالتالي يعني فتح هذه المعابر يعني يشكل بادرة لقوات النظام لكي تنفث على آخر. أيضا هناك دول تضغط لإعادة النظام إلى الجامعة العربية، وبالتالي يعني في حال قررت تركيا أن توعز لهيئة تحرير الشام بفتح معبر سرمين، أعتقد هذا المعبر سوف يفتح وسوف يتم عليه تبادل تجاري بين الطرفين. نعم. لكن أحذر من إغراق إدلب ومناطق شمال حلب بالمخدرات، لأن النظام يقتات الآن على تصدير مخدرات، رأس المال تبعه تصدير مخدرات. سوريا أصبحت كلها مزارع للحشيش والمخدرات، ويعني حزمة رأس المال الوحيدة التي تدفع رواتب الميليشيات والجيش هي من تجارة المخدرات سواء في البحر أو في الدول المجاورة. بالتالي ومع السوء الموجود في مناطق يعني الخاضعة للجيش الوطني أو لجبهة هيئة تحرير الشام من الفقر والمدقع وغيرها من يعني السيئات الموجودة، تأتي سيئات المخدرات يعني تقضي على الشعب هناك بشكل كبير، ويعني تكثر حالات القتل والاغتصاب والجريمة وما إلى ذلك. العميد إسماعيل أيوب محلل عسكري كنت معنا من عمان، والصحفي هشام جناي ضيفنا من اسطنبول ستبقى معنا في المحور الأخير. فاصل قصير ونعود إليكم، ابقوا معنا.